انا حبيت نطلب من الله العلي القدير انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. في الفيديو غادي نشوفوا بعض المستجدات اللي تخص المساله ديال الناس اللي باغيين يجيو من المغرب مثلا او من غير المغرب من اي بلد اخر باغيين يجيو لايطاليا الى بعض الشروط. المهم غادي نوضحوا بعض المستجدات ربما اللي العديد ربما ما عارفينش المسائل هذه، وحتى المسائل اللي كنا شفناها هنا يعني في ايطاليا يعني مختلفه على المسائل هذه ديال الرجوع دخول ايطاليا ماشي هو الخروج من ايطاليا. المهم اللي كاينوا انكم تعرفوا بالنسبه للاولاد الناس عندهم اولاد كنسمع لها يعني كي تكلم قال لك 8 سنين من 8 سنين والفوق يديروا يعني المساله ديال التحليله، اللي تقول لك لا من 11 عام يديروا تحليله. الناس اللي غاديين يخرجوا من هنا غادي يمشوا مثلا للمغرب كما تعرفوا يديروا ديك التحليله يعني للاطفال ديالهم. بالنسبه العكس بالنسبه اللي جاي من المغرب او جاي من اي بلد اخر من اي بلد اخر جاي داخل ايطاليا، هادشي اللي سمعت دابا مؤخرا هو انه يعني على لسان يعني بعض الناس اللي يلاه دخلوا دابا يلاه دخلوا لايطاليا يلاه جاوا من المغرب جاوا ايطاليا على لسان ديالهم هاد المسائل هادي شتا دابا، يعني تيقولوا بانه من الاحسن الانسان باش تفادى جميع المشاكل باش تفادى جميع العراقيل يعني في الطريق تكون جاي داخل يعني حتى الاولاد يعني فوق من سنتين انسان يدير لهم يعني يدير ديك التحليله ديال البي سي ار سواء ديال 48 ساعه ولا ديال 72 ساعه. المهم يحاول يدير لهم هذه المساله هذه بجانب ذلك ضروري من ديك المساله ديال ديك ديكيراسوني لا تقدروا تلقاو هذه ديكيراسوني كارطات شغل الانسان يملاها بطبيعه الحال، او انه دخلوا الموقع غادي نوريكم يعني الطريقه البدايات كيفاش غادي تدخلوا كيفاش غادي تبداو وتملؤوا يعني هاد الديكيراسوني. مساله راه سهله ما غاديش نطول عليكم بزاف، نخليكم مع الفيديو التوضيحي ديال هذا الديكيراسوني كيفاش تملؤها وكيفاش تسجلوا كذلك في الموقع. كما تشوفوا معايا اخوتي في هذا الموقع هذا هو هذا دابا نخلي لكم الموقع فيارجي ان ايطاليا دي تشيتاديني ايطالياني استرانييري نورماتيفا ان فيغوري. المهم هذا لا داتا هي 5/7/2021 كما تشوفوا معايا هنايا. المهم اللي كاين هو انه كاين لوبليغو ديال الديكيراسوني ديال الباساجيري لوكاتوري فروم ديجيتال بير باساجيري ان انغريسو ان ايطاليا الباساجيري غادي يدخلوا ايطاليا كما تشوفوا في هذا القرار هذا ديال المينيستر ديال لاسالوتي كذلك اللي تشوفوه معايا. المهم اللي كاين هو انكم غادي تدخلوا تكليكيو في المكتوب هنايا اخوتك كما تشوف كليك اكوي بير اولتيريور انفورماسيوني لمعلومات اخرى تكليكيو عليها بطبيعه الحال غتوجهكم لهذ الصفحه هذه اللي تشوفوا معايا دابا ديال الاوبليغو ديال الديكلاراسيوني ضروري من الديكلاراسيوني الناس اللي غادي يدخلوا لايطاليا. كما قلت لكم ما عليكم الا تكليكاو على السيتو اللي غتشوفوه معايا تكليكيو عليه بطبيعه الحال اللي هو هذا. ممكن يعني ما يطلع لكم تقدروا تلقاوه يعني باللغه الانجليزيه ولكن ممكن انكم تحولوه يعني اللغه الايطاليه الا بغيتوا تحولوه كاين اللغه الايطاليه كذلك وصافي تبداو في الملء ديال انيسيو وتملؤوا يعني جميع المعلومات ديال ديستيناسيوني مثلا الاتجاه هو ايطاليا وديروا كونتيني. قبل من المساله هذه كاين الناس يعني اللي ما عارفينش كاين واحد المساله هي اللي حتى هي مهمه انكم ضروري ديروا ريجستراسيون في هذا الموقع هذا وغادي يصيفطوا لكم واحد الايميل باش تكونفيرميو يعني التسجيل ديالكم وغادير واحد الباسورد ديالكم لانه غادي تحتاجوه يعني فاش تكونوا تتعمروا الديكيراسوني اللي تتشوفوا معايا. ما عليكم الا يعني تتبعوا هذه الخطوات هذه في الاول كما قلت لكم يعني مساله راه سهله بطبيعه الحال انا ما غاديش نسافر يعني ما نكملش يعني جميع المعلومات بطبيعه الحال الناس اللي عندهم جميع دايرين البي سي ار ديالهم يعني كلشي الاوراق عندهم كامله راه ما عليهم الا يتبعوا هذه الخطوات. انا غير بغيت باش نوضح لكم يعني البدايه باش تدخلوا لهذا الموقع هذا وتملؤوا هاد الديكيراسوني هذه كما تشوفوا معايا هنايا. انا بالنسبه لي راني يعني تسجلت في هذا الموقع يعني عندي اللوغين بالنسبه لي ما كاينش ما عنديش اللوغين يعني ممكن انه يدير ريجستراسيوني باش يقدر يكمل يعني الملء ديال جميع المعلومات تقريبا راه كما تشوفوا معايا راه 9 ديال المعلومات الوحده 2 3 4 المهم تقريبا 9 باش تحصل في الاخر وغادي تحصل على الديكيراسوني توصلك الورقه ديال الديكيراسوني. مساله يعني تتبان لي سهله فقط يعني غادي تملأ المعلومات ديالك السكن ديالك جميع المعلومات وداك الشيء راه واضح في هذا الموقع هذا يعني مساله سهله بزاف ما صعيبهاش. ممكن اي واحد يعني عنده يعني خبره شويه بهذا الشيء ديال الانترنت كذا راه يقدر يملا المسائل هذه الفولواج ديريكت ماشي ديريكت يعني دير اسكال ما عنديش اسكال
صافي تتملأ كما تشوف معايا، الاسم ديالك، المسائل ديالك، الفول، الرقم ديال الفول، بطبيعة الحال تكون عندك ديجا البي ديال الرحلة عندك فيها جميع المعلومات. كما تشوفوا تبقى تشعل كل شيء بالخضر حتى الاخر، يعني حتى المعلومة الاخر غادي تحصلوا، يعني في تسعود غادي تحصلوا على الديكلاراسيوني اللي هي ضرورية باش انكم ممكن انكم تدخلوا لإيطاليا بطبيعة الحال. وهاد المسألة ديالها تعمروها لا الإيطاليين ولا الأجانب، كل شيء يعني ملزم بملء هاد الديكلاراسيون هادي. كما شفتوا معايا اخوتي، يعني المساله راه سهله، ماشي شي حاجه صعيبه، وكما قلت لكم راه كاين كذلك تقدر تلقاو الاوراق هادي، ممكن ان الانسان يعمرها مثلا، ما كاين حتى شي مشكل باش تدخلوا بها هنايا لايطاليا، باش ما تلقاو حتى شي مشاكل في هاد المساله هادي، لان مساله مهمه. وبالنسبه للاولاد كما قلت لكم ضروري الانسان من الاحسن الانسان يدير ديك التحليله الاولاد ديالو كاملين باش ما يلقاش حتى مشاكل. كذلك كاين واحد الخبر اللي هو اللي تخص الشقيقه الجزائر، وداك تسمم اللي وقع العديد ديال اخواننا الجزائريين في واحد الشاطئ، مساله يعني غريبه المساله هذه. المهم نخليكم مع الخبر ديال الحادثه الاليمه كما شفتها انا كذلك في واحد الموقع يعني اليوم. احد الشواطئ الجزائريه تعرضوا المواطنين يعني اللي كانوا تما في ذاك الشاطئ لحاله تسمم، تقريبا 140 مواطنا كانوا متواجدين بهذا الشاطئ هذا ديال التنس. المهم اللي كاين هو ان السلطه تقول بانه هذا الشيء راجع لواحد الغاز اصاب جهازهم التنفسي، يعني شموه انبعث من احد البواخر، موضحا ان الامر يتعلق بغاز اصاب الجهاز التنفسي، وان الشكوك تحوم حول واحد الباخره كانت تمايا وتحمل ابقارا كاينه في ذاك الميناء رصدت بميناء الشلف. واكد والي الولايه الشلف انه تم اشعار النيابه العامه بالحادث، بطبيعه الحال دعوا عباد الله المواطنين داهم المستشفى كانوا يعني في هذا الشاطئ هذا، حيث اصيب المعنيون بغثيان وحمى واحمرار في العينين، ليتم نقلهم الى مستشفى الشهيد زيغود يوسف بالتنس. ومن ضمن المصابين 28 غواص وسبعه اعوان من الحمايه. وتكشف كذلك البلاغ بانه يعني تقريبا حوالي 50 مصاب غادروا المستشفى. تتمنوا لهم الشفاء العاجل لخوتنا الجزائريين في هذا المصاب، يعني مصاب يعني أليم هذا اللي حدث بهاد الناس اللي كانوا مصطفين يعني في هذا الشاطئ هذا. وهذا وأصدرت مصالح الولاية أمرا يقضي بغلق الشواطئ الثلاثة المحروسة بتينس إلى جانب محطة تحلية البحر بماينيس، وهذا كإجراء يعني احتياط. لكن وأن نطلب الله يشفي جميع يعني المصابين خوتنا الجزائريين في هذا الحادث أو في هذه الواقعة الأليمة. نطلب من الله العلي القدير ان الامور تحسن ما بين الجزائر وما بين المغرب، والشعب المغربي والشعب الجزائري راهم خوت فرقهم الاستعمار. هذا ما كان في الفيديو هذا، نتلاقى معكم شي فيديو اخر ان شاء الله. ما تحرموناش من الدعم ديالكم والاشتراكات ديالكم والتعليقات الزوينه ديالكم بطبيعه الحال، نتلاقى معكم شي فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.